هو بيبول معكم جينا عكسبي من بدون فلتر سيزن 3. كيف ما بتشوفوا معي معي ضيفة كتير عزيزة علي اسمها سارة سميري. She's a very famous model. اليوم رح نعملها اللوك بينك مستوحى من الشهر الوردي. كيف ما بتعرفوا awareness breast cancer. فخليكم معي لتشوفوا الخطوات. أول خطوة الميك اب كيف ما بتعرفوا هو البرايمر. فرح استعمل برايمر مات لأن بشرتك كيف ما بتعرفوا بشرة مختلطة يعني بتصير أويلي بتيزون. فإحنا بدنا شيء يطفي هذا اللمع. رح استعمل البرايمر. بعد ما حطيت البرايمر رح خلي شوي ينشف. هلا رح نرسم الحواجب. رح اخترت قلم كتير رفيع عشان نرسم شعرة بشعرة ويبين الحاجة الطبيعية. ورح نثبت الحاجب بالماسكارا جل اللي هي شفافة وتناسب كل ألوان الشعر. ليصير عندنا الحاجب نظيف وكمان الشيب تبعه تبين واو، رح أنظف من تحت بالكونسيلر نفسه من بشرتها عشان أبرز أكثر حاجب. بعد ما نشف البرايمر هلا رح نستعمل فاونديشن نفس لون بشرتها. انا جربته من قبل مع كابوكي براش ورح نحطه على كل البشره. للكونسيلر والكونتورينج رح نستعمل هالباليت لانه فيها كل الالوان. فرح استعمل اول شيء هذا اللون، رح ندمج لونين اكشلي، بحطه من تحت عينه من فوق. انا دائما بحب اخبي الهالات السوداء بعدين احط شويه هالات. هلا رح احط الكونتورين ورح استعمل هذا اللون. اكشلي الكونتورين بيساعدني على رسم الوجه والعين لبعدين اثبت واحط الاي شادو، يعني بيطلع كثير سهل. وشوي الانف، انا ما شاء الله انفه اوريدي بيرفكت، ما يحتاج الكونتورين. كيف ما عم تشوفوا الحركة هي طبطبة، ما بساوي الدمج يعني هيك لأنه أكثر البرودكت بيمسك على البشرة وبيطلع سميك. بعد ما دمجنا الكونتورينج والكونسيلر هلا رح استعمل الليب تنت عشان أعطي شوية احمرار طبيعي للخدود. كمان رح استعمله على شفايفها لأنه بيعطي لون كتير ناتشرال. وهلا رح نستعمل اللوس باودر كبيكن، رح نخبز من تحت العين عشان لما نحط الاي شادو ونزل لي كمان شوي ما يوسخ لي البشره. فرح احط بكميه من تحت عينه. دائما استعملوا لوس باودر تكون لونه شفافه يعني ما بيطلع في لون. للالوان رح نستعمل كل شيء وردي مع شويه جليتر. كيف ما بتعرفوا اكتوبر هو الشهر الوردي، فرح استعمل هذا اللون اول شيء. ورح استعمل شوي على اللون البرغندي بس على الاطراف ليصير more definition بالاشكال. هلا رح نستعمل نفس اللون اللي استعملناه عليه من فوق من تحت. ورح اخذ لون البني واستعمله كمان من تحت بس على الأطراف. وهلا للأيليد رح نحط لون البينك بس جليترز عشان يفتح لي أكثر العين. وكيف ما بتعرفوا هذا هو اللون اللي اخترته لهذا الفيديو. آخر حركة أنا رح استعمل الأيلاينر عشان يعطيني شوي إنه أمدد العين أكثر. فرح أحط الأيلاينر بس على الأطراف، ما بدي على كل العين. وهلا رح نركب الرموش عشان يطلع الميك اب ويكتمل ويصير حلو. رح نحط البلو ونركبه. وهلا رح احط شوية ماسكارا عليهم عشان يصير مكتمل، رمش اصطناعي ورمش طبيعي. بعدين بايدي بصير اكبس عليهم. لما نخلص البشرة رح نستعمل البرونزر والبلاشر والهايلايتر. هلا اخر خطوه
برضو هنكمل كل الميك اب الحلو اللي طلع على سارة. نستعمل الليبستيك والبلاينر كمان بينك بس. بس اخر خطوة هلا رح نثبت كل الميك اب من فيكس سبراي. بعد ما خلصنا الميك اب يلا معا تشوفوا الفاينل لوك. وهيك بنكون خلصنا حلقة اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا لوك سارة، وخليكم معي عشان تشوفوا الحلقة الجاية.